خوتي المغاربه، هاد الدواء ديال كوفيد 19 اللي سميتو 10 على 10، وان شاء الله اللي استعمل هاد الدواء هذا والله ما يوقع له شي حاجه، وان شاء الله اللي استعملتو هاد الدواء هذا انا نكون ميقد انا بعدا بنفسي سيمانه 12 يوم 13 يوم، وهناك تكون حريه على جميع التراب المغربيه الا استعملتو هاد الدواء هذا. خوتي المغاربه الشفاء كما هكا. بسم الله. دابا انا استعملت هاد الدواء هذا، خصني دابا نمشي ننعس واحد نص ساعه باش ما يقيسنيش عليه البرد. السلام عليكم، انا سميتي الغازي سبيتي، اقليم تازة دوار التول. هناك هذا المرض كوفيد 19 راه ماشي السميه ديالو هذيك هي، وهالمرض قديم بزاف. هالمرض كان يجي من الدجاج، وكيفاش كيدير يتحول الدجاج؟ الا جبنا داك الدجاج البيض من السوق فخلطناه مع الدجاج اللي كان كسبه هو البلدي، كينتج على هاد الامراض هادية. وهاد الامراض هادية كتقيس على طريق حاليا، ولا كتقيس على طريق البشر، فهمت؟ وحنا ملي كان يجي هاد المرض هذا كنا كنداويو الدجاج ديالنا بجوج قطرات ديال الزيت. الزيت كنديرو الزيت كيجيب الله الشفاء، ما كيموتوش الدجاج. هناك كاين دواء وهو هذا، هذا الدواء اللي ديال البقيبس اللي كيقيس عبر الدجاج البيض والبلدي، الا خلطناهم كينتج هذا المرض هذا والدواء ديالو، كيجيب الله الشفاء ما كيموتوش. واللي ما كيستعملش الدواء هذا للدجاج فكيموتو الدجاج كامله، ما كيبقاش، كيبقاو داك الفلينس الصغيرين اللي من بعد هذا المرض هذا ولا كيتحول عن طريق بصر بشريه. وانا صيفطت لدوزام رسالات، صيفطت للملك الاولى، صيفطت للجزيره، ما قبلونيش، ماشي ما قبلونيش، ما كيقراوش داك الشيء هذا، كنرجع انا كنمحيهم. هنا كان كاين تحصلنا على واحد السيد كذا، هو اللي قال لي انا نقوم لك بهذه القضيه هذه، التوصل باش المغاربه كاملا، وجاب الله التيسير. ودابا جا عندي السيد حتى للدار، وانا قلت علاش من اي واحد كيتبرع باللي كيعرف، وانا قلت علاش ما نتبرعش بهذه القضيه هذه. هنا هذا المرض هذا اذا كان فري السميه ديالو بوقيبس، وهو هذا الدواء ديالو. بالنسبه للسبيطارات جوج معلقات في 24 ساعه مول اللي حامل الفيروس كون على يقين ما يبقاش الفيروس ديالو، 24 ساعه. ما عطيكمش نقول لكم شهر ولا سيمانه ولا. حنا عندنا واحد القضيه في الباديه، سمحوا لي على هذه القضيه دي، كاين الحنشب والسكه اللي الا عطك كيقتلك اقل من نص ساعه، ماشي على القضيه ديال هذا كيقتلك على شهر سيمانه عاد تصاب. عندنا حنشب وسكه الا عطك في مده نص ساعه انه الا وانه راجعون. بالحق الا عطك وبغيت تدعيش اكثر من نص ساعه فهناك كاس الزيت تهبط عليه، تقدر تبقى عايش 6 سوايع او 7 سوايع حتى يجي الانقاذ ديالك. خوتي المغاربه كنصحكم اي مواطن مغربي اخر ما طاف العشيه بغى ينعس، الدواء سهل، معي القاد الزيت ونعس، ما غاديش تصاب. وخا تلقى مع الانسان اللي غدا اللي هو مصاب، جي للدار كن على يقين ما يلصقش فيك، علاش؟ الزيت واحد الحميه كبيره وفيها واحد المقاومه كثيره بزاف، مضادات الحشرات كامله على اللي كتمشي لربع الجليد. وكنصح مواطن اي واحد مواطن يدير الزيت، ما يخسر والو الزيت، اي واحد عنده الزيت في الدار صعب، مغاربه كاملين عندهم الدواء في الدار. ما كان عندك شي دواء في الدار الحانوت عندك شهرك كتخرج عندك كتجي من السيطرة الزيت كداوي به راسك مدة سيمانة، مع يلقى أي واحد أي شخص عندك أربعة أشخاص، أربعة المعالة خمسة بيكم خمسة المعالة ما تما والو. وكنصح أي بنادم يستعملها ويعاودها اليوم وغدا واليوم وغدا، وهي حمية هي مذكورة في القرآن، يعني حتى شي واحد ما يقدر يعيش بلا بها. بالحق هي الدواء 10 على 10، حمية بزاف،
ومنادم من العشيه العشيه سمر ما ودات سيمانه 3 ايام 4 ايام 5 ايام ما قنط شي يقول كذا ما كذا. راه هي كتعرض لواحد الحميه كبيره بزاف مع اي حشره. وبالليل حتى بالليل كنت شربت الزيت ونعستي حتى شي حشره ما تقدر تجي لعندك. حتى فيروس كما كان ما يقدرش يقرب لعندك. والموطع اللي كذا يوجد عندك فيه الزيت ما كيمشيش فيه لا حشره صغيره لا ذكرتي لا داك سرق الزيت. يعني كما اللغه ديالنا كلشي كيبعد عليه. يعني زيت حميه كبيره كنصح المغاربه ما يقنطوش منها. اي واحد فيكم بالعشيه العشيه مع القامه تما والو يعني كرر وعاود اليوم غدا ماشي مشكله. وكاين واحد القضيه اخرى سهله الا بغيتوا تجربوها باش تعرفوها الزيت راه يعني 10 على 10. جيبوا في الدار عندكم طلعوا للسطوحه السطوحه كامله كيجي اي واحد عنده شي ارتيلا صغيره وكذا ما كذا يجي غير الطبله ويدير واحد الدويره الزيت ويحط داك ارتيلا في الوسط. داك ارتيلا تبقى في الوسط ما تخرجش يعني محد الزيت هي دايره بها وهي ما كتخرجش كتجي تخرج من الاتجاه كتلقى الزيت كترجع. علاش؟ اي حاجه الزيت مضاده ليها هو داك الصغار ميل للطويل هذاك ما كيقربش على الزيت. اي حنوشه كذا ما كلشي كيتهرم من الزيت الا البشريه اللي كناكلوا الزيت وخصنا ناكلوها ضروري كل عشيه معلقه. كنصح المواطن المغربي اي واحد من طنجه الكويره كلشي معلقه الزيت. خوتي المغاربه ما خاسرين والو. سالك نص سيترو شي جيب غير نص سيترو على قد جيبك. عندك فلوس باش تجيب نص سيترو جوج سيترو شي جيب نص سيترو راه صحيه الا ما الا ما داواتك تنفعك. العلماء حتى واحد فيهم ما درس على هذه القضيه دي. العلماء الدول العالم كامله حتى شي واحد ما درس على هذا الملف. قال لك ندرسوا على هذا الدواء نشركوا مع هذا الدواء كل شيء قاتل. هذا الدواء هذا ديال المفاصل حنا كنداوي به واحد الدواء لا يوجد دواء. وحنا كنت ها هناك الدواء 10 على 10 الصحه العالميه هذا حتى واحد ما يموت في العالم. اقسم لك بالله اللي يشرب كاس الزيت اللي مرات يشرب كاس الزيت وينعس تينوض مع الصباح الصحة والشفاء. وانا الدواء هذا اقسم لك بالله دابا ما كيحلفني حتى شي واحد وغادي نحلف. اقسم لك بالله عندي اربعه الدراري. اقسم لك بالله عمري ديتهم للسبيطار وما عمري شريت لهم الدواء. خيس الدري يطلع لك السخانه في الدار تخاف السخانه تقتلو. انا ما كنشريلوش الدواء واش كنختار على كنختار ما يعني ما كنقومش بالواجب ولا ما عرفت. كنشربوا بعلقه الزيت كنغمو كيجيب الله الشفاء. عندي بنيته عندها 16 عام ما عمري ديتها للسبيطار. عندي وليد عنده قول 12 عام عمري ديتها للسبيطار. حاله وحده اللي كنت كندير من السبيطار وهي سكر التلقيح اللي ضروريه كتعطيها لنا الدوله كتمشي تأدي الواجب ديالها. من ثم سكر خمس سنين ما رجعوش وليداتي للسبيطار والحمد لله عزيت البلديه. خوتي المغاربه الشفاء كما هكا. بسم الله دابا انا استعملت هاد الدواء هذا خصني دابا نمشي ننعس واحد نص ساعه باش ما يقيسنيش عليه البرد. والسلام عليكم خوتي المغاربه الشفاء كما هكا. بسم الله دابا انا استعملت هاد الدواء هذا خصني دابا نمشي ننعس واحد نص ساعه باش ما يقيسنيش عليه البرد. والسلام عليكم.